الزياره اللي داخله في هذا السياق ديال الدخول الجامعي واللي اليوم كنجيو لجامعه محمد الخامس كتعرفوا المكانه ديالها وبالخصوص في لينسان ديال الرباط اللي عندها مكانه كبيره وكتعرفوا الاهميه الكبيره اللي كيعطيها جلاله الملك منصور على التكوين ديال الشباب ديالنا والتمكين بالخصوص ديال الشباب ديالنا وكتعرفوا الاهميه ديال المهندسين اليوم المهندسين اللي مهندسين الغد اللي غادي يحاولوا يتجاوبوا مع التحديات الكبرى اللي هي في الحقيقه تحديات ولكن فرص بالنسبه لبلادنا. التغيرات اللي كاينه مناخيه طاقيه مائيه هذه المدرسه وجميع المدارس ديال المهندسين اللي بهذه المناسبه بغيت نشكر جميع الطالبات والطلبه اللي اختاروا هذا المسار. اليوم عندنا اكثر من 1,300,000 طالبه وطالب في الجامعه المغربيه ومنهم تقريبا 20% اللي داخلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود. اليوم فايتين 12,000 ديال المهندس في السنه اللي كيتخرجوا وان شاء الله احنا غاديين في واحد التقدم لان الطلب كبير كاين في بلادنا ولكن الطلب كبير كاين ايضا يعني بالنسبه للدول اللي كتجاورنا وهاد الظرفيه هذه خاصنا نتعاملوا معها بذكاء. انا بغيت نشكر جامعه محمد الخامس ونشكر جميع الاساتذه الباحثين والموظفين اللي كيسهروا على هاد التكوينات وراكم كتشوفوا اليوم هاد المدرسه كيفاش ولات. كنعطيو واحد الاهميه كبيره للفضاءات ديال العيش لان كنامنوا بان التكوين ديال الانسان ماشي هو غير المدرج. التكوين ديال الانسان هو تكوين في اللغات وتكوين في المهارات الذاتيه والكفاءات الافقيه وخاصه الفضاءات باش يتلاقاو مع بعضياتهم باش يديروا الموسيقى باش يديروا المسرح باش يديروا التكوينات اللي كنسميوها التكوينات اللي ما كنعرفوش ليها وما كنعرفوش نقريوها في المدرج. وهذا هو الغرض من التكوين وهذا هو الغرض من التمكين ديال الانسان.